والمقصود بالاستقامة، الاستقامة هي أن يكون عملك لله وبالله وعلى أمر الله. من جمع هذه الخصال الثلاثة فقد تحققت له الاستقامة، أن يكون العمل لله خالصا وبالله استعانة، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى أمر الله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحصل الاستقامة. هذه ثلاثة أوصاف تجمع لك طريق الاستقامة الذي من تحقق له سعد، ليكن سعيك لله وبالله وعلى أمر الله، تكن مستقيما سعيدا ناجيا. نسأل الله أن ينجو بنا وبكم من المهالك. نعم. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.